السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. معكم أخوكم مصطفى. موضوع فيديو النهاردة بيع الحمام متوقف الأيام دي. يعني احنا كنا بنعمل مزادات لبيع الزغاليل، لكن احنا موقفين البيع علشان في أمراض الأيام دي، لا بنبيع ولا بنشتري يعني الأيام دي. طيب نبدأ موضوع النهاردة بالحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا العمل علم ينتفع به في حياتي وبعد مماتي. طيب احنا طبعا اللي كان الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه وصورناه قبل كده، اللي هو انتشار امراض التنفسية في تغيير الفصول. بالنسبة داخلين على فصل الشتاء، الجو بالليل بيبقى فيه تيارات هواء. طبعا المطلوب من حضرتك ان انت تقفل تيارات الهواء كويس، ما تقفلش طبعا، سيب تهوية، تقفل الناحية اللي بيجي منها الهواء وتسيب الجنب التاني يدخل تهوية. طهر الجير، نظف المكان ورش جير او رش ببخاخة زي كده، رش كلور يوم كده، لكن ما ترشش اتنين مع بعض، ما تعملش اتنين مع بعض، حاجة واحدة بس، مرة كده ومرة تشيل الجير وبعد كده تعمل كلور. طيب ليه احنا موقفين البيع؟ هو الحمد لله في زغاليل، في زغاليل سليمة وفي زغاليل تعبانة. انا ممكن ابيع السليمة، لكن لا، انا مش هبيع اي حاجة دلوقتي، موقف البيع تماما حتى لا ينتقل عدوى الى احد المشترين. مش عايز حد يشتري مني حمامة وتنقل الحمام بتاعه عدوى، لا مش مشكلة، هي الحمامة يعني، هي الحمامة اللي لو خدها مني وماتت مش مشكلة ارجع له تمنها، لكن خوفا من ان تنقله عدوى للحمام بتاعه. فانا مش هبيع اي حمامة الا اذا تأكدت تماما تماما ان الحمام سليم 100%، وبعد فترة كمان، يعني مش بعد ما يخف بقى على طول، لا، بعد فترة من اطمئناني ان الحمام سليم تماما. فانا موقف البيع تماما. اعذروني الناس اللي بتسألني على زغاليل الايام دي، لا مفيش دي الايام دي، مش هنبيع حاجة. على فكرة يا جماعة، لو تفتكروا فيديو اللي انا عملته، اللي انا اشتريت فيه الحمام اللحم اللي مات في الكرتونة، طبعا اللي حصل لحمامي ده، فانا قعدت افكر يا ترى هو ذنب مين، انا ظلمت حد ولا ايه؟ فانا جه في بالي الراجل اللي هو انا كنت شاري منه الحمام اللحم، الثلاث حمامات اللي هم ماتوا في الكرتونة في الشحن. فهو ان انا كنت حكمت على الراجل ده ان هو يدفع حق الحمام، وهو بعت لي في البوسطة حق الحمام. فانا يعني خدتهم اياميها، لان هو فعلا هو كان السبب ان هو تفتيحه للكرتونة كان غلط. الناس كلها لما شافت الفيديو حكمت ان هو اللي يتحمل تمن الحمام، لكن انا لما قعدت مع نفسي كده وشفت الحمام تعبان، فانا قلت يمكن الراجل ده دعا عليك. فانا كلمته صراحة، هو ما كانش مسجل رقم تليفوني، وكان عامل لي حظر على الفيس، فانا ما كنتش عارف اكلمه على الفيس، فانا كلمته على رقم موبايل، هو كان مش ما كانش مسجل رقمي. فاول ما رد عليه قلت له انا عايز ارجع لك فلوس الحمام قبل ما يقفل في وشي. طبعا كان زعلان ان هو دفع الفلوس. قال لي ان انا هو مسامح ومفيش حاجة. فبقول له ايه اللي حصل، يعني انت عايز ترجع الفلوس ليه؟ فقلت له لان انا مش عارف، يمكن انت دعيت عليا او انت مش مسامح في الفلوس دي، انا عايز ارجع لك الفلوس. وبالفعل الراجل يبعت لي صورة بطاقته، طبعا لما كان عامل لي حظر فك الحظر عن الفيس بتاعي، فبعت لي صورة البطاقة وانا حولت له الفلوس وريحت ضميري، وربنا يعوض عليا، اللي راح راح يعني، اللي ماتوا وخلاص. لكن انا قلت يعني خد بالاسباب، يمكن الحمام بتاعي تعبان للسبب ده، الراجل ما كانش مسامح او جاء عليك او حاجة. فيعني احنا بنعمل بنبحث في الاسباب لعله يكون خير ان شاء الله.
طيب نفكركم، هو ايه اللي كان حصل للحمام؟ الحمام بدأ اللي عندي كان حصل اول في البداية خالص ان هو جاله خنفرة او كحة او عطس، يعني زي ما في ناس بتسميها اسامي كتير، المهم ان هي امراض تنفسية. بعد شوية انا بدأت بالعلاج، بعد شوية قلبت تورم في العين، دمعة العين، فانا استخدمت بولوموكس ده على طول مع قطرة ديكساترول، طبعا حضراتكم فاكرين، وتركيبة انا عملتها قوية جدا، مش القطرة بس، جبت 3 حاجات على بعضهم. فطبعا بدأت اعالج الموضوع على طول، فبدأنا الحمد لله تنفسي لما خف، الحمد لله تنفسي خف شوية، دخلنا في دور سالمونيلا. السالمونيلا استخدمت لها كوليبريم الأردني ده مع كوليفيت في البداية 2 يومين مثلا، بعد كده شيلنا كوليفيت خلاص واستقرنا نكمل بالكوليبريم ده. بالنسبة للحالات اللي هي تقدر تاكل وتشرب، الحالات اللي هي في البداية، لكن الحالات اللي هي الصعبة ما تقدرش تاكل وتشرب استخدمت لها الحقن اللي زي دي سيفوتاكس، بناتي اعطناها 30 شرطة صباحا ومساء، لعله خير يعني، اللي يعدي يعدي واللي يموت يموت. هو طبعا مات حمام كتير، هي الحالة دي بتموت حمام كتير، لكن انت بتعمل اللي عليك وبتبدأ طبعا بتعزل الحالات الصعبة دي، بتعزلها وتبدأ تأكلها يدوي لانه مش هياكل اللي ممكن يكون وصلت لمرحلة الروشة، مش هتاكل. نتفنا رقبة الحمامة وشكشكناها بسن زي السن ده، خرجنا منها الدم، حقنا في الصدر 30 شرطة صباحا ومساء لمدة 5 ايام، وبعدين احنا ان شاء الله لما الحالات تخف ناويين طبعا نرفع مناعة الحمام بخميرة وبالفيتامينات، الخميرة عشان ترجع البكتيريا اللي المضادات الحيوية قضت عليها، وبرضو هنعطي الفيتامين اللي بنعطيه جروفيت بلس. طيب تعالوا نشوف كده الحمام اللي في العزل، ده عينة من الحمام اللي في العزل اهو، شوفوا ازاي، طبعا انا مخرجه بعيد عن الحمام، ده كمان في العزل، طبعا احنا ناتفين ريش الرقبة ومشكشكينه، مخرجين منه الدم اللي هو حابس، لان دول وصل لمرحلة الروشة زي ما حضراتكم شايفين، وبنأكل اللي ما بيعرفش ياكل بنأكله. وطبعا دول حمامتين كمان معزولين كمان. طب احنا بنعزل على حسب الحالة، شوف هو اهو ده العزل، حالة صعبة طبعا، الاسهال مازال، دول اللي بنستخدم معهم الحقن وبنأكلهم يدوي، اللي يعدي يعدي واللي يموت ربنا يعوض علينا فيه، لكن المهم عندنا ما ينيأس ونكمل العلاج مع الحمام السليم. ده مكان تاني خالص اللي انا ما بصورش فيه، لكن الحمد لله الحمام اللي فيه سليم، هنشوفه مع بعض اهو، نفتح الباب شوف، بسم الله ما شاء الله، ده المكان اللي انا مش بصور فيه، اللي الحمام محدش شافه، ده لسه اول مرة اصور هنا، ده اللي محدش شافه الحمد لله بعيد عننا. طبعا انا ما باجي اخش هنا فبحط رجليه في الجير عشان ما نقلش المرض من المكان لمكان. طبعا ده المكان اللي انا بصور فيه زي ما حضرتكوا شايفين، في بعض حمامة كش اهو لكن بتنزل تاكل، لكن ده ليه يعني بقولي انا حضرتك انا موقف البيع، انا ممكن ابيع حمام من اللي في المكان التاني، لكن انا موقف البيع تماما في كل الحمام السليم والحمام التعبان، مش هنبيع حاجة علشان محدش يشتكي بعدين يقول ان الحمام جراله حاجة، وكمان انا اكون مطمئن بكده. نكون خلصنا موضوع فيديو النهاردة، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بتاكل ايه؟